السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم حل لمشكله يعاني منها الكثير يا شباب. مشكله هو خلل، ما اعرف في المتصفحات، خلل في متصفح جوجل كروم او فايرفوكس ما اعرف بالضبط. فالمشكله هو لما ترفع فيديو على اليوتيوب فكل شيء تمام، ترفع الفيديو ويكتمل 100%، بعد ما ينتهي يقوم بمعالجه الفيديو فيوقف عند 95%. شوفوا هذا هو المشكلة. انا رفعت فيديوهين، اوكي، الناس ما يشوفون هذا الفيديوهين اللي اشرت عليها، يعني الفيديو نشرتها في غير مدرج او ما تفرق، اوكي، بعد ما نشرتها يعني 95%، الحين صار 3 ساعات 4 ساعات على 95%، يعني هني مكتوب في الانتظار، في الانتظار، اوكي، الناس ما يشوفون في الانتظار. فلسه ما تم معالجة الفيديو. كل ما عليك على حل هذا المشكلة جدا سهل، طبعا تنتظر يوم يومين ثلاثة، ما راح تضبط، ما راح يقوم بمعالجة الفيديو. الحل جدا سهل، كل ما عليك انك يكون المشكلة في متصفحك، يا انك انت تختار تحمل متصفح اخر، يعني اذا تستخدم جوجل كروم حمل متصفح فايرفوكس ونزل الفيديو، او عندك اذا كان عندك المشكله في فايرفوكس، يعني حملت فيديو رفعت فيديو على يوتيوب عن طريق فايرفوكس فكان المشكله ظهرت يعني 95 وقفت، فاستخدم من جوجل كروم، فسوي العكس، اوكي. هذا هو الشرح، يعني اذا ما عندك مال المتصفح مهم يا شباب، طبعا رابط تحميل المتصفح فايرفوكس وجوجل كروم راح تحصله في التدوينه او الموقع، الرابط اسفل الفيديو. بس هذا هو، يعني بدل المتصفح فراح تضبط 100%. انا نفس المشكله ظهرت عندي لما كنت ارفع فيديو على يوتيوب عن طريق متصفح جوجل كروم، فاستخدمت فايرفوكس، ناس ما يشوفون هذا المتصفح فايرفوكس، والفيديو تم تحميله، هذا هو الفيديو اخر فيديو، ثاني تعطل، يعني هني لما رفعت الفيديو انتظر 95% ما ترفع، يعني في قائمة الانتظار، اما رفعت الفيديو مره ثانيه الناس ما تشوفون تم النشر علني وتم تحقيق الدخل بدون مشاكل. بس هذا هو طريق حل المشكله، استخدم متصفح فايرفوكس اذا عندك المشكله، وبس حمل متصفح فايرفوكس واعيد رفع الفيديو مره ثانيه من جديد. وبس هذا هو المقطع، اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. مع السلامه.